موريس بنجامينسون. يقول لما كان يشتغل على تصنيع فطر صالح للأكل من فضلات الإنسان علشان يستخدمون رواد الفضاء لما يسافرون رحلات طويلة، خطر في باله أن مو كل رواد الفضاء يحبون يأكلون الخضروات، وطبعاً ما يقدرون يحملون وياهم أقفاص دجاج وبط في المكوك. ففكر كيف ممكن يسوي لحم مصنع في المختبر، فقام باستخراج خلايا جذعية من الأسماك وعالجها في مراحل كثيرة كيميائياً وهرمونياً وكهربائياً، ونجح في صنع قطعة فيليه لها نفس طعم ورائحة السمك لكنها مصنعة في المختبر. ويعتقد بنجامين بأن المستقبل سيكون لهذا النوع من الأكل لأنه بيكون أوفر وأسرع في التحضير وربما أكثر فائدة.